دلعيني، كسرت واحدة. مرحبا، أهلا فيكم فيديو قناتي تفاصيل علا. من شهرين عملت لكم فيديو عن نباتاتي، حكيت عن موضوع كيف حولت بيتي لمشتل وجدتكم نباتاتي، حكيت عن شوية نباتات سهل العناية فيها، وكتير كتير إجاني تفاعل فيديو. هذا الشيء كتير حمسني، أنا أصلاً كتير بحب النباتات. ذاك الفيديو مضى على 70 يوم، يعني أكثر من شهرين، فحبيت أوريكم شو صار بنباتاتي. مزرعة تندب، حابة أوريكم كيف طلعت. لسه ما صارت حمرة، بس يعني بشكل عام كيف كبرت نباتاتي، كيف كبروا، شو النباتات الجديدة اللي جبتها، وهيك حيكون الفيديو مقارنة بين نباتاتي من 70 يوم لهلا. فأتمنى يعجبكم، شوفوا الأخير، أعطونا لكم التعليقات. آخر نبتة جبتها صارت تقريبا عندي 10 أيام، هي هاي النبتة مونستيرا، كتير كتير بحبها، وصلي فترة كتير طويلة عم دور عليها، صلي أكتر من سنة يمكن عم دور عليها. اللي شفتها عندها بيجو صغار، وأنا بديها كت أكبر، وما بحب اشتري عن النت نباتات الصراحة، بحب شوفها بعيني. المونستيرا في منها أنواع، في منها متسلق، في منها صغير، في منها صغير ومتسلق سوا، في منها بيجي لون أبيض، ففي منها أنواع كتير. المونستيرا ما بتحب الشمس، بتحب تعيش بالظل أو مناطق نصف ظليلة، يعني ضاوية. فأنا لحقت صراحة بمكان فيه الشمس، بدي أغير لمكان قريب، بس لحد الآن ما واجهتني مشاكل. يعني أوكي هون في شوية سواد، بس هدول الأشياء موجودين من أساس من النبتة وقت جبتها. شيء مميز فيها أنه وقت يكون ورق صغير مثل هي بيكون ما في ثقوب، بعد ما تكبر بيطلعوا هدول الثقوب. هاي النبتة جبتها من تحديد من 10 أيام، كانت هدول ورق هاي، وهون ورقة الثانية هاي، ما كانوا لسه مفتحين، كانوا هيك ملففين، وبعدين هالأطراف بتلاقوا انه هذا اللون افتح من هذا لانه هذا الورق اجدد. النبتة الجديدة الثانية اللي بعدها هي الهيدرا، تعالوا ورجيكم اياها. الهيدرا نبتة بتتحمل البرد، عشان هيك فينا نحطها برا عالشباك بالشتا مو مشكلة، وما بتحب الصي كتير، ما بتحب المي كتير، بس بالجو الحار بتحب انكم ترطبوها بالبخاخة. وشغلة تانية انه الهيدرا بتحب الشمس، عشان هيك مثل ملاحظين انا حاطه هون مكان قريب من الشباك، اكو شباك وراي. قبل ما اورجيكم كمية النباتات اللي عندي، تذكروا الفريز؟ كان عندي فريز وكان مزهر، طلع الفريز تبعه واكلته، كان حامض وطيب، حامض وحلو بنفس الوقت، كان طيب كتير، بس يعني ما طلع الا واحدة تنتين، فنسيت صور فيديو، بس صورتهم صورة لحط لكم اياها. اقعد هون احسن ما كل شوي قايمة وجاي لهون. ايه فهلا رح اورجيكم نباتات اللي بعدهم. اي غبشة النباتات هدول اللي بعدهم، اذا انتم ما حضرتوا فيديو العناية بالنباتات اللي عملته رح يكون جداد بالنسبة لكم، حتى لو شفتوه هلا بدكم تشوفوا شلون كبروا شوي كمان زيادة. اول شي عنا العنكبوتية. بتعرفوا العنكبوتية وقت تكبر كتير بتصير بتطلع فروع جديدة عليهم، هيك عنكبوتيات صغار، عنكبوتيات كما صح، المهم نباتات صغار يعني. فاصدقائي عندهم اياها عنكبوتية كبيرة، اعطوني جزء منها حطيته بالمي، طلعت له الشروش، وبعدين زرعتها. شوي مالها صحية، السبب انه كاندي العزيزة اكلتها، مع انه العنكبوتية سامة وبتعمل مشاكل بالمعدة للأطفال، الحمد لله كاندي ما صلى شي وقت اكلتها، سي اكلتها جكر يعني كتاب بعطينا فيها زيادة. حوريكم هلا النباتات اللي هون، بعدين بقوم بفرجيكم الفلامينغو كمان، انه هي تعتبر بالنسبة لكم جديدة. هلا هاي كسرت وحدة، هاي تذكروها. اي شو كان اسمها، يا نسيت شو اسمها، مهم بعدين بكتب لكم اسمها. هي النبتة تكبر هيك وتصير تنزل لتحت، وجبتها كانت فسفوسة صغيرة كتير كتير، جبتها ب15/5. نحنا هلأ يعني شهر ونص، ايه شهر ونص تقريبا صلى عندي. كربوشة كتير كروشة. النبتة الثانية اللي جبتها معها بنفس الوقت اللي هلأ كسرت منها ورقة، شو انت كتير حشاشة. ايه سيدوم. كمان جبتها كانت صغيرة كتير، تذكروها. أنا اليوم قضيتها بتظبيط فوكس، مهم تذكروا هي كانت صغيرة كتير، هلأ كبرت، مفروض هي بتنزل لتحت، ما بعرف ليش تبعي عم تطلع لفوق، يمكن الشمس هيك جاي فيها عم تروح لعند الشمس. المهم أجل اليوم كله تظبيط فوكس عندي. بالمناسبة هدول رفوف جبتهم من عند ترينديول ب40 ليرة، كتير رخاص، فكتير زراف وبيقضوا غراض، لأنه أنا ما عندي مكان حط نباتات، ما عندي برندا، فكتير
عجبتني حتى افكر اجيب واحدة تانية. هاي النبتة فليفلة. طلع عندي الفليفة 35 يوم، وقت جبتها كانت مزهرة وفي فليفلات خضر، بعدين كل الزهور تحولوا لفليفلة، والفليفلة الخضراء بلشت تتحول لفليفلة حمراء. فهلا بتلاقوا يعني في عندي كم وحدة لسه فليفلة خضراء، هدول وقت ياخذوا شمس بتحولوا لحمر. الفليفلة لازم دائما التربة تبعها تضل رطبة، والنبتة بتحتاج شمس مباشرة بالفترة اللي بتزهر فيها لحتى يتحول الزهر لثمار، والثمار لحتى تنضج. النبتة اللي بعدها هي نبتة الفلامينغو، صلى عندي 32 يوم. للأسف ما عم تكبر. أول ما جبتها جبتها اصلا قصيتها من النبتة الاساسية، حطيتها بالمي لطلع لها جذور لزرعتها هون. بالبداية كان عم يطلع لها فروع جديدة من على الجوانب، بعدين فجأة يعني هدول الفروع الجديدة يبسوا وبطلوا يطلعوا، هلا هي ما بطلع شيء جديد وما عم تكبر، ما بعرف ليش. هي نبتة الفلامينغو ما بتحب الشمس المباشرة، فأنا حاطة مكان بعيد شوي عن الشباك. الشغلة الثانية إنه هي بتحب تنصاء كتير، بتحب المي. غير هيك يعني أنا عاملة شغلات بتحبها، ما عم فهم ليش هي ما عم تكبر الصراحة، بس هي كتير كربوجة أنا بشكلها عم بحبها كنبتة. النبتة اللي بعدها جبتها بنفس الوقت اللي جبت فيه العنكبوتية والفلامينغو، هي الدفلي باخية، دائما بنسى اسمها. ذاك الفيديو قلتها صح، مهم هي أكيد بتعرفوها، سوشتكم إياها. كانت هي نبتة طويلة وباخرها بس ورقه، فانا قصيتها 6 اقسام، هون في 5 اقسام وفي قسم بالتربه لساته. حطيتها بالمي كم يوم صلى؟ صلى 32 يوم. انتم ما شايفين طلع لها جذور وطلع لها ورق، ومبسوطه حاليا انه على الاقل في شيء زبط. هي ما بعرف شو وضعها. رح ازرعهم عن قريب اظن بالتربه، لانه بالمي ما عم تاخذ غذاء بس عم تاخذ مي، فما حتكبر كثير. كمان هي ما بتحب الشمس المباشر، بس غير هيك ما كتير قرأت عنها لاني ما لح احتاج من هدول المعلومات هلا. انا بعد يعني نباتات كل نبتة شو بتحب ما كتير بعرف، لانه مثل ما قلت لكم انا اختصاصي هو نباتات الخارجية، ما كتير عندي علم بالنباتات الداخلية. فعندي كتاب، اذا شفتوا فيديو كيف بعرف كل النباتات حكيت كيف بعرف كل نبتة شو اسمها وشو الشغلات اللي بتحتاجها، فهذا الكتاب هو اللي بيساعدني بالعارف كل نبتة شو بتحتاج شو بتحب. هو كتاب أخذته بالجامعة. مهم هلأ حورجيكم البندورة، وأخيرا وصلنا لأهم مقطع. البندورة آخر مرة وجدتكم إياها بفيديو صلوا قدي صديد ناشرته 76 يوم ناشرته لهذا الفيديو، أو لا 76 يوم مصورته لهذاك الفيديو. كان كتير صغيرة وكانت يعني ستني من جديد حاطها بالتربة. عندي جنبك حلي بندورة، 1 2 3 4 بلشت تطلع زهر من شهر كامل، صلى شهر كامل طلع زهر، وبعدين عم تحول الزهر لبندورة، لهلا عم تطلع زهور جديدة. مشكلة البندورة انه هي بدها شمس مباشرة لحتى تكبر وتضخم وتطلع زهور، وتطلع ثمار يعني. وانا ما عندي برندة ولا عندي اسطوح وحطها، فحطيتها جوا. كبرت طولت يعني بس ما تخنت، فساقها كان كتير ضعيف فما حتى ما تقدر تمسك حالها، صارت توقع، صرت اربطها بعصايات وهيك. بس بعدين فقدت الامل لانه بعرف هدول البندوره ما رح يطلعوا ثمر، كان كثير كثير ضعيفه مستحيل تقدر تحمل ثمر، فكبيتهم تركت عندي بس اللي كانوا على شبيك من الاساس، ولقيتهم انه تخان وقادرين يمسكوا حالهم، هدول اللي تركتهم عندي. اول ثمره بندوره طلعت عندي ب 11/7، صار لها شي 20 يوم ولهلا ما تحولت البندوره عندي للون احمر. السبب عم يقولوا لي درجة الحرارة، لازم تكون درجة حرارة فوق 30. هم باسطنبول درجة حرارة 30 31 بهالجوار يعني، بس ما عم تصير حمرة لسه، عندي لازم تكون شوب أكتر. فلنشوف إذا حابين تشوفوا شو حيصير بالبندورة تبعي، إذا حتحول لون أحمر ولا لا. فيكم تابعوني على عندي صفحة خصوصية على الإنستغرام للنباتات، حكتب لكم أسماء هون إذا حابين شوفوا شو حيصير بالمستقبل في هدول البندورات. هدول هن كل النباتات الجديدة اللي جبتهم، وهدول هو التطورات اللي صارت معي بنباتاتي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وحكولي شو رأيكم بنباتاتي الجديدة، إذا عندكم نفس نباتاتي حكولي، إذا عندكم أفكار جديدة لفيديوهات عن النباتات ممكن أعملكم إياها، أو عندكم أسئلة فيكم تكتبوا ليها بالتعليقات. إذا حابين تدعموني اعملوا لي لايك وكتبوا لي تعليق، وإذا حابين تشوفوا فيديوهاتي الجاية اشتركوا بقناتي، وبشوفكم تاني الجاية. باي باي. قبل ما اورجيكم كمات القطاط، كمات القطاط ما عم بس انا رح يكون مقارنه بين فيديو كنت بدي احكي عنها. يلا حشرتو مغبشه كالعاده. المهم لا طفيت الضوء بالغلط.
وعطيت لرفقاتي بندورة و بس ما قلت رفقاتي بندورة تطلع من غير شغلة شو خبص كي هاي كلمة طويلة كتير دفلة باخية دفلة شو كان اسمها دفلة باخية هادو هن كلنا بعدات الجديدة أظن مرجيني دن 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 ايه